السلام عليكم زبائننا الكرام. طبعا جيناكم بعرض كلش حلو وبسعر مناسب. عكس هذا الكلام، الطلب مرجوع، تتأكد من الطلب وتطلب فلوس. جهاز موبايل لمس وياها عطرين خليجيات أصليات وياها ظرف مالي، كله بسعر 39,000 دينار فقط. أكرر، موبايل لمس، شرط لمس موبايل وعطرين وظرف مالي. أخوي العزيز، بالنسبة لي يقول استلمنا من غير بيجات مو صحيح، ما لنا شغل بأي بيج. يجيك الطلب إذا مو جهاز لمس، سواء كان سامسونج أو أجهزة يابانية أو كوسيرا أو ريدمي أو إنفينكس، المهم جهاز لمس أصلي وعطرين خليجيات أصليات، كله وياها ظرف مالي و39,000 دينار بس. ما لنا غرض بأي بيج ثاني. تتأكد من طلبك ضمان وتطلب فلوس. طبعا يجيك، أكرر لآخر مرة، العلاقة بها 4 شغلات، يعني موبايلات 2 والظرف وجهاز اللمس، عطرين والجهاز اللمس والظرف المالي كذلك. همين يجيك أيضا جهاز عطرين وظرف مالي، تجي مشكل موبايلات طبعا. وناخذ مثل هسه هاي الأجهزة، عندنا طلبات مجهزيها، تفتحها تتأكد انه اقل من اربع شغلات تستلمها. هذا عطر، هذا الثاني، وبنفس الوقت جهاز وظرف مالي، هذا ايضا كذلك. يعني الطلب اذا ما بي 4 شغلات ما تستلمه. هذا عندك موبايلين وظرف وبنفس الوقت جهاز لمس، هذا ايضا نفس الحاله، جهاز لمس نفس الوقت وياها جهازين وياها عطرين عفوا وظرف المالي. 4 شغلات، اقل من 4 شغلات تستلمها. هذا عطرين وجهاز سامسونج، كله بسعر 39,000 دينار بس. طبعا تصفيه مخزن، ما لنا شغله اي بيج. فيديوهات عندنا راح نصورها لكم داخل مخازن الجمله، وراح تشوفون وتتاكدون من الكلام. والضمان تستلمه تطلب فلوس، اذا مو بي 4 شغلات الطلب مرجوع. لحق قبل ما تخلص الكميه.